كلنا شفنا فيلم إشاعة حب، وشفنا يوسف بيك وهبي وهو بيبوس المنديل علشان يبين لسعاد حسني إن عمر الشريف دون جوان وهو غلبان. والله ده بقى اللي احنا عملناه هنا بالظبط مع الضيف. تعالوا نشوف خطيبته سعاد حسني هتعمل ايه. ايوه ثانية واحدة. اتفضل. اهلا وسهلا، نورين. عايزين معانا؟ لا بس انا عايز كده. الف مبروك، اتفضلوا. اتفضل. عليكم السلام. اتفضل اتفضل هنا في المكان اهو. نوازان سلام. نعم. تاكل وينك؟ لحظة واحدة هجيبه لحضرتك. شو؟ هجيبه لحضرتك. بتاكل هيك قدام العالم؟ لا فوتي عالم بعدي. حاضر هجيبه. اوقات بحكيكي ما بتستوعبي على فكرة. حاضر. متعصبيني. حاضر. ليه؟ تو ماتش. ما تضحكي مدام. ضحكتي بس جوزك ما ضحك. جوزك؟ مادموزيل مش مدام. يا مش جوزك احسن. هاي كيفك؟ طلع تمام. ليه ما بتطلع فيه؟ بتخاف؟ لا ليه؟ ما هيك عم بتطلع وبتبرم. لا 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 خلص. بتخوف انا؟ لا طبعا. انا اللي بخوف عيني. بيخاف منك؟ ما هو حق يخاف منك. بلاش تخافي انت مني. لا انا مش خايف. ليه بتخاف منك؟ ما بخاف انا. لا عم تحكي معي، انا ما حكيت معك. وانا عاوزه اتكلم معاكي اصلا. ما انت انا عم بحكي معه وانت رديتي. انت ليه ما بتحكي؟ فاهم موضوع ما اتكلم. طيب لا ما عادي ما بحكي معك، بس انه انت ما بتحكي. خايف منه؟ هي اختك؟ لا خطيبته. خطيبته؟ بدك تتجوزها؟ يا عايز عريس؟ هجيبلك يا حبيبتي. حاضر هجيبلك. من وين؟ من اي حته. خيو بيشبهه؟ عندك خي توين؟ عاجبك قوي؟ اتفضليه. والله انه طويل طويل. انه طويل؟ حلو الشاب الطويل. انا طويله برضه، ممكن اقوملك اوريكي. فرجيني انت طويله؟ انت اطول منه؟ فرجيني. كانه عيونك مثل عيوني. لا هو عيني طبيعيه، انت عينك مش طبيعيه. ايه بس كانه عيونه مثل عيوني هيك الشرحه. الشرحه؟ ايه بتعرفيها؟ فعلا؟ بس هو هيك بذكرني بيقول الابطال قدامه هيرو هيك طويل. انتو من هول شو بيقولوا فرعونين؟ ايوه مفروع. شو اسمهم؟ خوف ومنخفرع. خوف ومنخفرع ومنكرع. انت شو اسم؟ انت ابو الهول. مضحك ولا ابو الهول؟ يا مضحكه فعلا. طب ليه ليه تضلي زعلانه؟ حسيتك كأنه هيك غيرانة. ما طلبتش رأيك ومش عايزة أعرفه على فكرة. لا أنا ما بدي رأيي، عم خبرك دايركت يعني. كأنه ما مسترجع أحكي منك. بلش أنا عارفة ليه مش عاوز يتكلم معاكي؟ عشان هو مش محتاج أصلا يتكلم معاكي. ليه بده يحتاج يعني أو ما يحتاج؟ عشان أنا ما أنا مالية يعني، والله مش محتاجة إنه يتكلم مع حد. شو يعني مالية يعني؟ قاعدة بعيني؟ قاعدة بعيني؟ مش لازم تفهمي بقى. شو بتضربك عينك إذا طلعت؟ شو يعني مالي يعني؟ هلا بتكون هلا انت طويل وبتخاف منه عشان هي طويله؟ مش بخاف بس هو يعني في حدا اسمها احترام كده، انك تبقي قاعده محترمه اللي جنبك. ليش انا شو عملت؟ ما عملتيش يا حبيبتي ولا حاجه. يعني هو رجال المفروض انه ما يعني ما تخافك تتراجع بالحكي دغري. ليه ليكي معصبه انت؟ ما بعرف ليه ليه هالقد عصبيه. مش عصبيه، عارفه ليه؟ عشان انا واثقه في نفسي، مش هبقى خايف من واحده زي كده. ليه انا ما بخاف؟ شو انا قلت لك حاضربيك؟ تقدريش اصلا؟ تقدريش؟ طب بتعرفي شو؟ انا ما بعرف ليش انت معصبة عن جد، ما عم بفهم. بقولك انا بستنى لما تطلع لما تطلع؟ لا سامع. طب... سمعتكش يعني ولا ايه؟ بس لا مفيش حبيبتي، بس انه وجهك ما مبين يعني، اعملي هيك بركي هو ضايق خلقه منك عشان هيك. فعلا؟ انه بركي لانه هو لما خد تقدري تعملي كده هو يبصلك؟ ايه بس عليك حلقات شو حلوين. لا مش هيبصلك اصلا يعني. بلا بس حلقاتي حلوين كده اصلا يعني. ما فيش انت حلقاتك مش حلوين. مش ما طلبتش رايك برضه.
لا انا حلقات مسجلة مش حلو، مش كل حاجه كده فيا فيك عامله. طب شو شايفه فيا فيك؟ شايفه فيك كلك حبيبتي فيك. وين طلع بس شفتي فيا واحد من ساعه ما جيتش اه لا انا عم بحكي معه. هي شو خسرت؟ شو انه ميتي حبيبتي اذا خسرت جبت لي الاكل ممكن حضرتك ولا تكليف. نو نو رجعيكم المول اي تكييف. لا 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 ما بتدوري تكييف. انا رايي ما بمشي. ممكن تروح وراها عادي لو انت مش عايزه تاخر. لازم بدك تعمل بس لا هلا بدي اعمل. تعالي خديه من ايديه عشان هو مش بيعرف يقول لوحده. باخده خلاص. هي قالت لي بركي زعلت عشان ما تزعلي. ريلاكس مو انت الاساس. ريلاكس قولي. كيف قالوا صح؟ مع الباب؟ الموضوع كان ماشي. واحدة كده يعني بتتكلم معايا ولا مش فاهمة؟ ده قدامي ده قدام وراي مش بالاحترام. هي مش محترمة. لو المكان محترم هي مش محترمة. بس انت تعرف اسمها. أنا اللي انتي تعرف اسمها. طب اسألها لك يا حبيبي. ما مسكتش إيديها ليه طيب؟ لا ما ينفعش. لو أنا مش موجودة عادي يعني ولا إيه؟ لو سمحت يا فندم ممكن تعمل أبلكيشن بس بعد إذنك. بعد احنا فاضل لنا قد ايه؟ ثانية واحدة بس بعد ال والله ساعتين ونص. معلش يا فندم اتفضل. مش فاهمة يعني هو عامل الابلكيشن لوحده ولا مش عامل الابلكيشن ولا ايه؟ الو الو مساء الخير. انا ريم عبد الحليم ودلوقتي احنا هنعمل مقلب في البنت اللي معاكي. هي مراتك ولا خطيبتك؟ لا خطيبتي. عايز اعرف اسمك؟ مؤمن. هدلعك اقول لك يا ميمو. انت كنت في جامعه ايه؟ علام القاهره. انت بتحبها قوي عشان لو سبتوا بعض النهارده بس ايه احتمال تسيبوا بعض فاهم؟ فانت ركز ايه يعني ايه العب وجيب الجون. هذا مامي روال. اوه ماي جاد معاك تيشو. انت ليه ما بتحكي كمان؟ ما بفهم كلهم بيحكيوا. معاك يا حتى لو معايا مش هديه. ميرسي. ليه؟ عافية حبيبتي. طب ليه بس؟ خدي من اللي عمل فيكي كده. ماما اوكي ماما. صحفي التيشيرت بتاعه. هلا بس مش ما بتزعلي؟ خصك في ايه زعلان؟ ما زعلش يعني. ما عم تديني مساحه بالتيشيرت بتاعه عادي؟ ما بتضايقك؟ ليه معصبه؟ طب انا عم بحكيكي عادي يعني. انا شو عم بحكيكي عادي؟ انا لسه ما تعصبتش. انت مش لو تعصبت انا ممكن اعمل فيكي ايه اصلا؟ طبعا هي نانيتا هتلعب اكتر معاها دلوقتي على الغيره والقصه دي من قبل كده فتسخن قوي فالدنيا تولع. اتبس دلوقتي حضرتك. حاول تتبس بلطف. بوسه بلطف لو سمحت بس استاذ ميمو. دلعوا دلعوا. بعد التاني خالص. ايوه دي اهم حاجه. بص بقى يا تشوفك بالمنظر ده انت حاول بقى تفتح البتاع ده تبهدل نفسك فاهم. تدخل متوتر انت ممثل فاهم. يلا ليه 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 تكرهيني؟ ما بتعرفيني بعدي. ما اعرفك ليه؟ مش عايزه اعرفك. انا ما يشرفنيش اصلا ان انا اعرف واحده زيك. اللي شو بتعرفيني انا تقولي زيي؟ انا ما يشرفنيش. ما يشرفكيش ليه؟ ما فهمين. كيف قلت لك معك كلينكس ما تنسين سابا؟ ايش الحال؟ كارت اعطيتني ايه ده؟ ام سوري انا بحكي عادي ما بعرف خبي. إذا هو بدي يكذب عليكي ما خصني بس أنا والله يخربي. تاني كارت عليه رقمه راح. إيه؟ طيب ليه بتطلعي تطلعي؟ كنت ممكن حتى تمسح يعني الداري اللي أنت عملته ده يعني قبل ما تدخلي. داري داري إذا أنت داري كويس. ما في إيه؟ صح حاجة. حلوة الأبلكيشن؟ جميلة صح؟ جميلة أوي. اتفضلي يا فندم. Thank you.
عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. احنا بينك كلينك، سمعتي عننا قبل كده؟ انا دكتوره ليلي. احنا عاملين مالك في حاجه؟ انت الدنيا حر بره ولا ايه؟ لا اوكي. انت كويسه؟ انت مالك معيطه ولا ايه؟ لا ده العياط بيكشكش الوش، احنا مش عايزين وشك يكشكش، احنا عايزينه ينور. حد مضايقك طيب؟ لا مفيش. انت استنيتي كتير؟ اتحريتي؟ الدنيا حر بره؟ لا مخنوقه بس شويه. لا ده انا كده بقى اشتغل دكتوره نفسيه وهقعدك على الشيزلونج حالا ريلاكس ونعمل بقى ايه اللي حصل. احكي لي في ايه منك؟ مفيش. هي مين اللي بره في ال الرنا الممرضه؟ لا اللي هي شعرها اصفر دي. دي سينجر. مالها؟ في حاجه؟ دي اموره جدا بحبها قوي. عندنا على طول بتطلعي انت عندنا في ايه؟ معزه جدا. ليه عملت لك ايه؟ ما عملتش حاجه يعني، بس يعني انا عشان في مكان محترم انا مش هعمل حاجه. بس انا ايه ده انتي مضايقه جدا يعني، انتي بتعيطي على بتضحكي متوتره؟ ايه ده انتي بتعيطي بجد؟ لا في ايه؟ طب قوليلي ايه اللي حصل؟ يعني عملت لك ايه؟ ما عملتش حاجه. انتي اسمك نور؟ انا جايه مع جوزك ولا خطيبك؟ بيشتغل ايه؟ او يعني تقدري تقولي كان خطيب. كان خطيبك؟ هو ايه اللي حصل طيب؟ انت احكي لي. اللي حصل ان انا قاعده من ساعه ما قعدت اللي جنبه عملت تشقطه قدامي وهو عادي. لو حضرتك تعالى من الافلام اللي هي مين؟ اللي هي ما اعرفش اسمها ايه، الخرا اللي بره مش فارق معايا اسمها ايه. الفكره كلها انا دلوقتي تعالى من الابلكيشن ببص لقيت بقى متلحوس وهو عنده روج هنا. نعم. وانا سكت عشان لا انا هرجع هرجع الكاميرات. احنا عندنا انا سكت عشان في مكان محترم يعني. انا ما اقدرش انا هرجع الكاميرات. انا عندي كاميرات اخلي الدكتور. لا خشي في نفسك دلوقتي. لا طب استني. طب يا حبيبتي معلش بعد اذنك من ليه؟ عينيا. حاضر. من عينيا. انا اسفه جدا. استني دقيقه واحده بس. في مكان محترم زي ده بعد اذنك خد نفسك واطلع. طب ما تعيطيش يعني احنا في مكان. انا ما بعيطش. انا بعيط على الناس اللي تستاهل. انت تستاهل. انا عينيا بتدمع عليا مش عليك. لا انت ولا هي اصلا تستاهلوا حتى ان انا اتضايق عشانكم. ليه في ايه؟ في مفيش حاجه يا حبيبي. ما مفيش حاجه على فكره. ما حصلش حاجه خالص. هقوم اضربك يا بنتي. هقوم اضربك بجد. عايزه افهم حاجه. معلش بس بليز يا نانيتا. كده ثانيه. هو كده لسه ما بليز يا نانيتا. بليز يا استاذه من فضلك. من فضلك نور صح؟ يعني دلوقتي انا شفت في الكاميرات. انا رحت رجعت الكاميرات. هو ينفع اللي حصل ده؟ هو دي مش عياده محترمه؟ انتوا كده بتهنوني انا. نانيتا انت كنت يعني انا كنت بعاملك على انك اختي. انت ازاي تعملي كده هنا بالعياده؟ انت كده بتبوظي سمعه العياده. اتفضلي يا نانيتا لو سمحتي بره. ومعانا لو سمحتي يا نانيتا. انا اي ودنت لايك تو سي يو هير. يعني حبيبتي اطلعي بره احسن ما اجيبك من شعرك وطلعك انا بره. صراحه يبقى ليها حق. والله العظيم انا ولا كمان هعمل كده معاكي. خلاص قلبت هنديه اطلعي بره. مش طالعه. اتفضلي نانيتا من فضلك. على فكره انا غلطانه ان انا كنت بعتمد عليك. ما تقلقش. رن تليفونه. اخد. بس في لا غلطه في بالاخر. بدي اتاكد او لا. طب بقول لك ايه؟ طب ما تيجي اتكلم. واحكيت بينك. انا ما بنسوا. عشان انت حبيبتي بلا اخلاق. نو عشان انا بدنا نقارن بين الجمال اللبناني او جمال المصري. الجمال اللبناني اللي هو اصلا انت ما فيكيش حاجه طبيعيه اصلا. انت كلك نفخ يا ماما. ما تنسيش نفسك. لا 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 انا بفهمك بس انت ما تتكلمش اصلا. ما تتكلمش ما تفتحش بقك. معلش انا دلوقتي وانت ما سيبي ايه؟ 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 سيبي
بس ما تلمسنيش اطلعي بقى. ممكن تقعد انت. هي ليها حق تعمل فيها اكتر من كده صراحه. من فضلك بقى طب ليه بنت يا بنتي اطلعي بره. لو تركيني لا اطلع. طب اطلعي بره. ما بده انا مش عايزه اتعافى عليكي. اطلعي بره يعني شو تبقى. ايوه صراحه ليها حق. صراحه ليها حق. ما بدي. ما بدي. هو مش مزاجي. لك ما بدي. ما بدي. عجبني البوليس. تركي ايدك. البوليس عشان انا اللي هلبسك يا حبيبتي مش انت. لا انا لبس. لا بجد والله. انت عملتي صح وهي ليها حق تعمل اكتر من كده. عارفه ايه اللي واجيبك كده مشاعرك الجميل ده كده زي ما انت. ايه زي ما انت الروج الحلوه ده وريش فيها. انا اعمل لكم محضر اصلا انتوا الاثنين. طب ليك اعطيك الروج بدلي زعلانه. اتفضلي بقى اعطيك الروج. انا مش هقول لك تاني. بديك لو ضربتك ماليش دعوه وهعمل لك محضر عشان هي ليها حق. على فكره انا كنت بعتبرك اختي في القاهره وعماله اقول لها سنجل ومشهوره وانا بشتغل عليها وانت عامله كده ومشلفطه راجل وانت على فكره مش مسؤول. انت معاكي انت نفسيتي انا هلا شبر اذا نزلتي ليا فيكي تدفعي حقك اللي انت عايزاه. اتفضل بره لو سمحت. انا بقى عايزه اشتغل على وش الانسه. انت بقى واقفه معايا تعملي شو بدك تشتغلي. تشتغلي حرام. انت مالك. اه ده الامر يا انسه. خلاص يلا ضربك وانا مش انت معاها؟ مش معاها بس هلا هو معايا بس انا بطل بدي. ما بدي. انت فاكره انه انا بدي؟ بس شفت انه بيع الكبساني عشان ثاني اقل من ثاني. قد ايه لكم مخطوبين؟ بيعك بلحظه كرمالي انا مش عاجبك. مالكش دعوه. ما خصكش. ازاي؟ ممكن تمشي عادي مش هتضايق. اتشاو الشرابي يعني بزعل. خلي لك ايه ما بيلزمني هلا اشكال. هي شدتها مني غصب عني يعني. مشيتها غصب عنك وعملت ليه يعني هي عندي الوزير وانا مش عارفه. يا ابني اطلع بره يا ابني. يا بنتي ما عملتش حاجه. اسمع مني بس. ما عملتش حاجه يا بنتي. والله العظيم اطلع بره. هي هتقومي تضربيني انا كمان؟ والله العظيم مش باين. اطلع بره. ما اعرفش شكلك بتخرفي ولا ايه. في ايه يا نور؟ انا بخرف وانت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. ما عملتش حاجه. قولي لي انا عملت ايه؟ اثبتي اللي انا عملته. طب امسح بس اللي عملته. مفيش حاجة أصلا. مفيش حاجة. ما هو بجد والله؟ اه والله. أمال إيه ده؟ يعني إيه ده؟ مفيش حاجة بجد. وده إيه؟ مفيش حاجة. ده كله ده عادي. والله لازم ما أرد. اطلع ليه هتضربيني برضه ولا إيه؟ بكلمك على فكرة ما تسيبنيش وتمشي. طب أنا جاية للدكتورة. أنا مش جاية. طيب ماشي أنا واقف بتكلم معاكي. أه وبعدين؟ ابني خلاص. خلاص ما بقاش فيها. خلاص هو ايه اللي ما بقاش فيها؟ استني بكلمك. خدي بس وصعتها. خدي بكلمك بس هتضربيني انا كمان ولا ايه؟ بكلمك احمد ربنا. انا سكتلك لحد دلوقتي. خدي بس هكلمك. طب خدي بكلمك. تعالي ارتاح. ادخل انت. اتفضل لو سمحت اقعد هنا. اقعدي اقعدي. بصي سيب بس يا دكتور عشان اقفل. لا حبيبي مفيش اي تزوره من شويه غير معاكي. والله العظيم انا لو مكانها اخد بجد ده والمصحف ده. انا كده كده خلاص اخدت قرار. يا بنتي اطلعي بره. بصي بصي يا جماعه. بصي يا نور. انا عارفه ان هي صدمه قويه بس الصدمه الاكبر بقى اللي انا عرفتها دلوقتي ان ده مقلب. وهو بيحبك قوي. ممكن تتصوري دلوقتي وده برنامج هيجي في رمضان. خلاص اذا من دي برضو ولا ايه؟ يا لهوي بصوا بصوا ازاي؟ والنبي لا اللي بيبوس ده مش انا. بصي هو ما حدش هو ده اللي بيبوس. انا ما ببوسش. انا ما لمستوش. ممكن تقولي بس انتي سترونج. انا عايزه اسمعها منك بس. هيبوسها بس ازعق. قبل ما ننهي الحلقه طب حتى يبوسوا بعض ولا ايه؟ انا حقك. ورمضان كريم. رمضان كان انت طيبه وانا بعتذر لك قوي. وانت ما شاء الله مش عارفه طولك. ممكن كده تعملي ايه؟ يلا قولي باي للكاميرا. باي. قولي هقتلك. انا هقتلك. لا قولي باي وبعدين تيجي بقى. قولي باي للكاميرا.